صباح النور، أهلا وسهلا مرحبا بكم في أولى نشراتنا الرياضية لليوم. اليوم الموعد مع مباريات الدفعة الثالثة والأخيرة من الدور ربع النهائي لكأس تونس الأربعة في أولمبي سوسة النجم الساحلي الملعب التونسي، مباراة بإدارة الحكم سيف الورتاني، والسبعة في بن جنات الاتحاد المنستير يستقبل النادي الإفريقي، الحكم هو أسامة بن إسحاق. نذكر أن الأولمبي الباجي حمل لقب كان ترشح البارح بعد الفوز على مستقبل مرسى في الحصص الإضافية 3-2. النادي البنزرتي كذلك كان ترشح نهار الجمعة بعد إقصاء لسبورتينغ بن عروس. الاتحاد الافريقي لكرة القدم المنتظر انه يمنح الاندية التونسية مهلة جديدة من اجل خلاص ديونها والحصول على رخصة المشاركة في البطولة الوطنية الموسم المقبل. حسب المعطيات اللي تحصلت عليها موزايك، فانه قرار الكاف جاء بعد اتصالات قامت بها جامعة كرة القدم، وضح خلالها وضعية العديد من الاندية التونسية العاجزة عن تطبيق الشروط الجديدة للكاف. نذكروا انه الكاف اشترطت على الاندية التونسية خلاص كل ديونها الباتة والمودعة قبل يوم 31 مارس الماضي من أجل تمكينها من المشاركة في البطولة المحلية. الكاف اشترط كذلك أنه مدرب أي فريق من الرابطة الأولى والثانية لازم يكون عنده إجازة تدريب كاف A، إضافة إلى وجود فريق نسائي وملعب مؤهل وإطار طبي متعاقد، شروط غير متوفرة لدى غالبية الأندية التونسية. هذاك علاش الكاف تتجه لمنح الأندية مهلة جديدة لتسوية ديونها والعمل على توفير بقية الشروط. في الباسكت، النادي الافريقي رجع في سباق المنافسة على سباق على البطولة بعد ما فاز البارح العشية في قاعة الجرجاني على الاتحاد المنستيري 81-58 لحساب المباراة الثالثة من سلسلة مباريات الدور النهائي من البطولة. نذكر انه الاتحاد المنستيري فاز في زوز مباريات الاولى اللي تلعبوا في قاعة محمد مزالي بالمنستير، وبالتالي باش نكونوا على موعد مع مباراة رابعة نهار الثلاث 5 متاع العشية في الجرجاني. فوز الاتحاد المنستيري في الجيم 4 يعني تتويج باللقب، وفوز الافريقي يمشي بالنهائي الى مباراة 5 في قاعة مزالي بالمنستير. في اليورو، البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو ضمن تتأهل رسميا لثمن النهائي بعد ما ربحت تركيا 3-0 لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة، وفي ماتش آخر لحساب نفس المجموعة تشيكيا وجورجيا تعادلوا 1-1 وبقاوا في أسفل الترتيب برصيد نقطة وحيدة خلف تركيا الموجودة في المرتبة الثانية بثلاثة نقاط. بلجيكيا كذلك فازت 2-0 على رومانيا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، نحكي على أول فوز لبلجيكيا بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام سلوفاكيا. نعطيكم برنامج مباريات اليوم، وين باش يكون الموعد مع زوز مقابلات لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى. ألمانيا اللي ضمن تتأهل لثمن النهائي تواجه سويسرا 8 متاع الليل، وفي نفس التوقيت سكوتلندا المجر. في الترتيب ألمانيا صاحبة الأرض والجمهور موجودة في المرتبة الأولى بستة نقاط، سويسرا في المرتبة الثانية بأربع نقاط، سكوتلندا الثالثة بنقطة وحيدة، وفي أسفل الترتيب نلقاو المجر بصفر من النقاط. في كوبا أمريكا زوز مباريات لعبوا البارح في الليل، فنزويلا فازت 2-1 على الإكوادور، والمكسيك ربحت جامايكا 1-0. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاها على سيت موزايكا فام.net.